فيه هو كان باش يزور قبل، كان باش يزور حتى قبل اجتماع القمة العربية، أنا ننتظروا فيه بلاد بلاد ومرحبا به، وقت ما بغى يجي مرحبا به. أين الناس تبغي تدخل بين دولتين باش تخلق مشاكل، باش ربما يقول لك باش كاش ما يقول كلمة زايدة على الآخر ويزيد يعمروا، باش يقول يعني دائما التفرقة، دائما التفرقة. علاقتنا مع المملكة العربية السعودية علاقات طيبة جدا، وما فيه شيء. احنا إذا كان في بعض الأحيان في قراراتنا الخارجية قرارات سيادية، وهما قراراتهم قرارات سيادية، نحاول باش نفهم بعضنا بعض. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طابة جميع متابعينا الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، كيف ما سمعتوا، ومجددا يخرج عبد المجيد حشاكم رئيس زريبة الفقاقير حضيرة الجزائر بمستوى حوار متخلف أكبر من الحوار أو الخرجة الصحفية اللي دارها قبل. في كل مرة كيخرج في لقاء صحفي كيخرج بمستوى يعني كارثي، بمستوى صادم، بمستوى يعني ما يمكنش. واش هاد الناس عندهم شي عقل؟ واش كيفكروا؟ واش كيعرفوا هادشي اللي كيقولوا اشنو المعنى ديالو؟ واش هاد خونا هذا عنده شي مستشارين كيوعيوه؟ واش كاين شي حد كيكتب له هذا اللي كيكتب هاد الحوار هذا؟ واش هو عنده شي عقل؟ واش عنده نقص في الحليب؟ واش عنده شي اعاقه ذهنيه؟ يعني ما يمكنش هاد المستوى يعني فادح جدا في الحوار. ممكن لا يوجد رئيس في العالم مستواه متدني في حوار صحفي مثل هاد خونا هذا عبد المجيد حشاكم. ما يهمني هنا متابعينا الكرام في هذا الفيديو، وهو ان هذا المكلخ يثبت بعظمة لسانه على انه كاين ازمة ما بين حضيرة الجزائر والمملكة العربية السعودية، بالرغم من كل ما يعني حاول من خلال هذه الخرجة الصحفية على انه يقول ان هناك علاقة طيبة وما الى ذلك، ولكن انا خذت لكم الكلمات التي تثبت بعظمة لسانه هذا عبد المجيد حشاكم المكلخ بان هناك ازمة دبلوماسية ما بين الجزائر وما بين المملكة العربية السعودية. يؤكد أولا على أن بن سلمان ولي عهد السعودية ألغى زيارته إلى الجزائر، يقول على أنه كان جاي في زيارة إلى زريبة الجزائر وألغى هذه الزيارة قبل القمة الفنكوشية قمة شيراتون. ثم في القمة العربية ما بغاش يجي مجددا. وعبد المجيد حشاكم في هذا الحوار في هذه الخرجة الصحفية يقول على أن هناك بعض الناس، شكون هم هاد الناس؟ الله أعلم. قال لك هناك بعض الناس، دابا شوفوا معايا المستوى المتدني ديال هذا المكلخ فين واصلة. قال لك هناك بعض الناس باغا دير مشاكل ما بين حضارة الجزائر وما بين المملكة العربية السعودية. إذن أنت تؤكد على أن هناك مشاكل ما بين حضارة الجزائر وما بين المملكة العربية السعودية، وهذا شيء أكدناه فيما مضى بالدليل والحجة وكل شيء، والأمر واضحة أصلا وظاهرة أصلا وبينة أصلا. والفيديو الموجود أمامكم متابعينا الكرام أنا اخترته بعناية لأن هذا الفيديو يثبت بالدليل والحجة على أن بن سلمان هاد اللقطة بالذات كانت في افتتاح مونديال قطر. بن سلمان هنا كيصب ويصرفق ويصفع عبد المجيد حشاكم حينما التقاه في قطر أثناء افتتاح المونديال. ثاني شيء تحدث عنها عبد المجيد حشاكم، قال على أن نقطة الخلاف اللي كاين ما بين زريبة الفقاقير وما بين المملكة العربية السعودية، وهو أن المملكة العربية السعودية عندها قرارات سيادية خاصة وزريبة الفقاقير عندهم قرارات سيادية خاصة وما كيتفقوش في هذه القرارات السيادية. أشنو هي هذه القرارات السيادية؟ وهو أن المملكة العربية السعودية تدعم المغرب في مغربية الصحراء، وزريبة الفقاقير عايشين مع البوليزاريو يسرحون مع البوليزاريو، وراكم عارفين الأسطوانة المشروخة. ها هو يؤكد مجددا بعظمة لسانه أن الأزمة ما بين زريبة الجزائر وما بين المملكة العربية السعودية سببها الصحراء المغربية، سببها الصحراء المغربية. ها علاش قلت لكم متابعينا الكرام هذا المكلخ هذا الجاهل خرج وفرش كل شيء، خرج وفضح كل شيء بطريقة غبية. هو حاول على أنه يقول أن هناك علاقة طيبة وأن كذا، ولكن المكلخ
يثبت يعني بهذه الطريقة السخيفة ديال الحوار، يثبت على أن هناك أزمة ما بين زريبة الفقاقير وما بين عفوا المملكة العربية السعودية. وليد حكني في هذا الموضوع في جزء من الحوار، كيقول على أن يعني بن سلمان فوقاش ما بغى يجي يعني فوقاش ما بغى يجي يزور الجزائر، يجي يزور الجزائر يعني القرار كيبقى ديالو، يعني انتم باغين بن سلمان يجي ولكن هو ما بغيش يجي. واش كاين يعني شي حاجه اكثر من هكا تثبت على ان هناك ازمه ما بين زريبه الفقاقير وما بين المملكه العربيه السعوديه؟ يعني انتم باغين بن سلمان يجي عندكم ولكن هو ما باغيش يجي عندكم، والغى الزياره حسب تعبيركم. متابعينا الكرام، كل شيء واضح، كل شيء بين، كل شيء يعني لا يحتاج للتعليق اكثر. اراكم في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.